بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور علاء عداسي، استشاري الأورام وأمراض الدم، وسنتحدث اليوم عن سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم هو أحد أكثر الأورام والسرطانات شيوعا عند النساء. وأهمية سرطان الرحم أنه أحد السرطانات التي ممكن اكتشافها مبكرا في الكثير من الأحيان، والتعامل معها مبكرا بهدف الشفاء منها في كثير من الأحيان. ومن هنا يجدر بنا أهمية التأكيد على ضرورة الكشف المبكر على سرطان الرحم. الكشف المبكر على سرطان الرحم يكون عن طريق إجراء المسحة لعنق الرحم باب سمير، التي يتم إجراءها بشكل روتيني من قبل طبيب أو طبيبة النسائية لأي سيدة بعد سن الزواج، ويتم هذا الكلام بشكل روتيني، وفحص الخلايا تحت المجهر بعد إجراء فحص مسحة الرحم، هذا الباب سمير. أهمية مسحة الرحم عنق الرحم الباب سمير هو أنها تمكننا من اكتشاف سرطانات عنق الرحم مبكرا، وبالتالي التعامل مع سرطانات عنق الرحم مبكرا. في حالة التدخل المبكر لسرطانات عنق الرحم مرة أخرى، يكون الهدف من ذلك هو الشفاء من الغرام بإذن الله. أعراض سرطانات الرحم التي لا يتم اكتشافها عن طريق إجراء الباب سمير أو مسحة عنق الرحم تكون عادة على شكل اختلال في نزيف العادة الشهرية زيادتها، أو وجود نزيف للعادة الشهرية ما بين موعد العادة الشهرية والعادة التي تليها. فالنزيف ما بين العادة الشهرية والتي تليها أحد الأسباب التي يجب أن تدفع المريضة لمراجعة طبيب أو طبيبة نسائية لإجراء الفحص السريري اللازم وإجراء مسحة عنق الرحم فيما لو لم يكن تم القيام بها في فترة قريبة من هذه الأعراض. الألم بعد الجماع أو النزيف بعد الجماع هو أحد الأعراض الأخرى التي يجب أن تدفع المريضة لمراجعة طبيب أو طبيبة نسائية الخاص بها للتأكد من عدم وجود سبب لهذا النزيف ودم وجود ورم في عنق الرحم قد يسبب هذا النزيف. مع التأكيد أنه كثير من أسباب أعراض أنفة الذكر قد تكون التهابات عابرة، التهابات مهبلية عابرة، والتهابات عابرة في عنق الرحم يتم التعامل بها أو معها عن طريق إعطاء مضادات حيوية، ولكن في كثير من الأحيان يجب استبعاد، أو في كل الأحيان يجب استبعاد وجود سبب آخر مثل أورام عنق الرحم لدى السيدة. عند تشخيص السيدة تشخيص سرطان عنق الرحم يكون العلاج إما عن طريق جراحة لجزء من عنق الرحم، أو تكون للجراحة أكبر عن طريق استئصال الرحم بكامله. وتحديد نوع الجراحة يعتمد على طبيعة الورم والصور الشعاعية التي تم القيام بها لتحديد مدى انتشاره. فمكان الورم تحديدا ومدى انتشاره هو ما يحدد الطريقة في العلاج. في أحيان أخرى يكون العلاج لسرطان عنق الرحم عن طريق العلاج الشعاعي، سواء كان علاج شعاعي موضعي لعنق الرحم، أو علاج شعاعي موضعي لعنق الرحم يصاحبه علاج شعاعي لمنطقة البطن. وما يحدد هذا الكلام هو الفحوصات المخبرية والشعاعية والسريرية أنفة الذكر لتحديد فيما إذا كانت المريضة ستستفيد أكثر من العلاج الجراحي أو العلاج الشعاعي. في أحيان أخرى تحتاج المريضة إلى علاج كيماوي ما بعد العلاج الجراحي أو الشعاعي، وما يحدد ذلك هو الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تظهر مدى انتشار الورم.
في الحالات التي يكون قد انتشر فيها ورم عنق الرحم ما خارج نطاق عنق الرحم والرحم، هذه أحد الأسباب التي قد تدفع طبيب الأورام لإعطاء علاج كيماوي، سواء كان مكملا للعلاج الجراحي أو الشعاعي آنف الذكر، أو مصاحبا للعلاج الشعاعي، أو لاحقا له وتابعا له بعد إنهاء العلاج الكيماوي أو الشعاعي، خصوصا في حالات انتشار الورم خارج عنق الرحم والرحم. في حالة تشخيص المريضة بسرطان عنق الرحم، أو في حالة وجود أعراض قد تدفع المريضة وطبيبها لاشتباه سرطان عنق الرحم، مثل النزيف ما بين الدورة والأخرى، والألم بعد الجماع والنزيف بعد الجماع، يتعين عليها مراجعة طبيب أورام ذي خبرة واسعة في هذا المجال، أو طبيب نسائية أو جراحة نسائية ذي خبرة واسعة في هذا المجال، لتحديد الخطة العلاجية والتشخيصية اللازمة لهذه المريضة لوضعها على طريق العلاج والشفاء بإذن الله.